اهلا وسهلا بعد، يعني لاباس عليكم، كيف نتوما؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله. يلا شي شويه دابا باش قررنا غادي نخرجوا ان شاء الله نمشيو للبحر ديال سيت الباشير. صراحه هذا العام ما مشيناش بصفه نهائيه، قلنا كل مره كنقولوا ان شاء الله اذا كتب الله غادي نمشيو غنمشيو غنمشيو، وما كتبش حتى لهذا النهار، وحتى هذا النهار مازال ما عرفتش واش غيكتب ولا ما يكتبش، لكن القرار قررنا. شوف ما يدير الله، هي هذيك صافي نضنا فطرنا قدينا كلشي اللي خاصنا نقادوه، جمعنا الدويره، المهم رصينا كلشي، كنت دايره واحد الماسك فوجهي، وصراحه واعر 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 زوين 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 بزاف. اختي كدير الحمص وكديرو اما مع ماورد ومع مايزينا ولا مع دان المسوس. يا سلام واعر، عرفتي كيخلي واحد الترطيب زوين 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 بزاف. ان شاء الله من بعد نشارك معكم داكشي بلي ديتاي. صافي هي هذيك، داكشي علاش بقيتوني عاد دابا غسلت وجهي. غادي نمشي هذا ندير ليكرون، نديرو دابا حيت انا ما درتوش غنسى. غادي ندير هذا البنات ديال بيو بالونس، هذا هو اللي غادي نديرو SPF 50. هذا صراحة زوين ولكن اللي ما كيعجبنيش فيه وهو انه بيض، هذا الشيء اللي ما كيعجبنيش فيه. انا عز عليا ليكرون يكون ترونسبارون ما يكونش بيض. هذا داك البيوضه ما كتعجبنيش ديالو، راكم عارفين كيبقى هكا بيض. شو سميتو، و ملي كيكون بانتي ولكن ماشي لك داك اللون ديالك كيجي زوين. بحال الاخر كان عندي مبقيتش عاقله على السميه ديالو، كنت شحال خطرت شاركته معاكم ان سيد ولا شي حاجه بحال هكا، والله ما بقيت عاقله. هذا كان البنات واعر، عرفتي كيخلي لك لو تان ديالك خطير خطير، ولكن هذا اللي كيكون هكذا بيض ما عنديش معاه، ماشي مشكل اصلا غير البحر. غادي نمشي ان شاء الله لسيد الباشير، كنتمنى نلقاوه زوين ونلقاوه كيف ما مولف كيكون دائما، وما يكونش داكشي اللي كنا سمعنا داكشي اللي كنهضروا عليه ديال شادين البحوره كامل، يعني شادين البحر كامل بالباراسولات وداكشي. وحتى اذا كانوا شادين كنتمنوا ما يكونش داك الهضره اللي سمعنا بانها تكون غير اشاعه ان شاء الله باذن الله. لان كيقول لك حقا ما كيبغوش يكريو لنا، وهذا كيكريو غير للناس اللي معروفين، انا جيت تما باش كيعطيوهم للراس حتى كينقزو، ما حنا كنتمناو هادشي كله ما يكونش. ايوا صافي هادشي ما كيغزال ديالي. دابا ان شاء الله باذن الله انا غادي نمشي للخدمه، هي اول حاجه غادي نمشي ضروري. انا يعني واخا عندي الضيافه داكشي ضروري ما كان بوانتي في الخدمه، وكاين نهارات اللي واخا ما كنصور لكم حتى شي حاجه انا تقولوا اسماء راها خارجه ولا شي حاجه، لا بعد شي مرات هما كلهم كيخرجوا وانا ما تنخرجش، حتى راجلي بعد شي مرات كيكون في الخدمه ما تيخرجش معاهم، وانا ما كنكونش عندي بصفه نهائيه كيفاش غادي ندير باش نخرج. كنخرج كنمشي للخدمه ديالي، حيت بيان سور راه الخدمه هي الاولى اهم حاجه، فما نعرف شنو راه ما يمكنش، كنقولوا ديزولي راه ما يمكنليش وهذا وهذا وهذا. مي كيكون عندي الوقت راه كنشارك معكم نتوما هكا بعض شي حاجات، وتامي ما كنقدرش كنخطف راسي هنا وهنا وهنا وهنا، كندير البروغرام وكنخرجوا كاملين مجموعين. المهم الغزالات ديالي دابا اول حاجه غادي نمشي للخدمه هي الاولى، غنرصي فيها الامور ديالي كامله وعاد غادي نرجع نتغداو وعاد غادي نمشيو ان شاء الله، لان سيد الباشير ما بعيدش بزاف على الناظور سورتو على سلوان. تقريبا واحد، المهم هو قبل ما نوصلوا لكاب دولو راس الماء قبل من السعيديه، يعني كديري واحد ساعه ولا ربع ديال الطريق بحال هكذا، لان كندوزو على القريه. وحنايا حنا الناس اللي كيسكنوا في سلوى العمران كنختصروا المسافه، ما كنهبطوش حتى للطريق ديال الناظور ونوصلوا لمرجان وعاد نقلبوا على اليمين وندخلوا، لا حنايا عندنا هنايا واحد الطريق ديال زايلو كنمشيو عليها، ملي كنوصلوا حدا واحد المعبل ديال الياجور، بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يعرفوا المعبل بالضبط، واحد المعبل ديال الياجور كاين هنايا على الطريق،
كنفوتو داك البومبا ديال باي حبيب ولا سي الحبيب ولا ماعرفتش عيطولو، كنفوتو وكيبان لك تما واحد المعمل ديال ياجور وداكشي، كتدخلي على الشمال كديري رونبون كتدخلي على الشمال، طريق شويه مكرفصه تخافي فيها سورتو الا كنتي بوحدك، ولكن الا كنتو عائله ما تخافي ما حتى شي حاجه، لانها بحال لاخلا وكتجيب لك شويه خلعه، ولكن ما تخافي ما والو، حنا هذيك دائما حافظينها ودائما كندوزو نرجعو منها، ما عندكيش زعما مناش تخافي فيها، غير زعما اذا كنتي اول مره غتجيك شي شويه ماشي هي هذيك، كتدخلي مع هذيك الطريق وكتمشي، راها مسافه، منين كتمشي كتخرجي نيشان، الخرجه اللي غتخرجي ملي غتدخلي مع هذيك الخرجه اللي كتخرجي كتلقاي راسك ديجا عينين توصلي للقريه، فهمتي؟ يعني ما لا ما تهبطي من هنا حتى لحدا مرجان وتدخلوا عاد على اليمن وكتبداو عاد الطريق ديال القريه ازيرو، لا هذيك كتخرجك تقريبا كيبقى لك غير بينك وبين داك داك القاعد الحفلات اللي جايين على الطرف، داكشي كله كتلقاي فتي، كتخرجي تقريبا في داك القهاوي اللي كيديروا تما الشوا وهذوك اللي كيحطوا برا الحرشه والملاوي واتاي اللي كيكونوا راجعين كنوقفوا ناكلوا عندهم، تما تقريبا كتخرجي يعني هذيك، وكتمشي نيشان كتمشي نيشان حتى كتوصلي قريه اركمان، كتفوتي قريه اركمان كتبداي في الفيراجات، كتبداي في فيراجات فيراجات كتقربي توصلي لراس المقبل بواحد 7 كيلومتر، كاينه واحد التخيله تما فيها شاطئ ديال سيد الباشير، كتدخلي على الشمال حتى هذيك دخله شي شويه كتقولي وفين راني غاده، ملي كتدخلي كتلقاي دخله على اليمين ودخله على الشمال عاوتاني، دوري على الشمال الا بغيتي تهبطي على الدروج، دوري على اليمين الا كنتي بغيتي تمشي لذاك البحر اللي جاي مطرف، ولكن راكي كتمشي مسافه عاود بالطوموبيل، دروج البنات ما تخافوش منهم ديال سيد الباشير، راه كيقولوا عليهم بانهم تقادو، انا غنمشي وغادي نصور لكم كلشي، يلاه خليكم معايا. البنات كيف ما ديجا قلت لكم السيد الباشير تبارك الله ما شاء الله بدلو هذا العام، قدوا له الدريجات ديالو، وليتو تقدوا انكم تهبطوا وما ماشي زعما ما ديرونجاوش، ما تخافوش انكم تطيحوا ولا هذا، قبل كيف ما كنتو شفتوا معايا قبل العام اللي فات واللي قبل منه اعوام اللي قبل منهم، كان شويه الهبطه ديالو صعيبه وحتى الطلعه ديالو صعيبه، كاين دروج مهرسين مثلا هكا اللي كبارين في السن يتعذبوا باش يهبطوا ويخافوا كاع باش يطيحوا، دابا لا دابا تبارك الله ما شاء الله كله تقادد كله تصوب، الدريجات واسعين يعني كتهبطي على خاطر خاطرك وحتى الطلعه زوينه، زياده على ذلك عمرو كامل بلي باراسول، وكاين اثمنه زعما زوينين ديال لي باراسول كتلقاو ابتداء من 50 درهم، يعني اثمنه زوينين كيعطيوك الطبله بالكريسيات بكلشي ديالهم، دايري لهم والباراسول داكشي دايري لهم ابتداء من 50 درهم، كاين ديال 60 كاين ديال 70 درهم على حسب واش كاع قربتي للبحر، حنايا جلسنا راه حنا قرابين للبحر زعما ماشي بعاد، وهذا عطاه لنا غير ب 50 درهم، هانتوما شوف البحر قدامنا. بحال قولي فوج فوج الثالث، كاين الباراسول الاول الثاني حنايا في الثالثين، حيت اصلا ما لقيناش لقيناه عامر، داروا فيه بزاف ديال لي ريستو، كاينين بزاف ديال الريستوات هنايا، بغيتو تاكلوا الحوت ولا بغيتو تاكلوا بيتزات ولا بغيتو تاكلوا الشوا ولا دي همبرغر فريت شلايد لي بواسون كلشي، انا كنت كنشوف لا تجي وكنقول لكم
البحر اللي لهيه كاع دايرين فيه مالين لا غلاس ودايرين فيه مالين الكبال، يعني شحال هذه كنخاوي ما تقديش انك تجي لهنايا وتجيك شهوتك في شي حاجه وتلقايها، ماشي كي بحال لي بلاج الاخرين حيت كيكونوا هكذا قرابين ولا هذا كتلقاي كلشي كيتباع فيهم، كان كيديروا غير الحوت بوحديتو هكذا مشوي. دابا لا، ولا مثلا الا جبتي معاك الحوت كتعطي له يشويه، ولا الا صيدتي هنايا الحوت كتعطيه كتعطيهم يشويه لكم. دابا لا، دابا صافا كلشي كاين تبارك الله ما شاء الله. حيت تعرف الحمد لله كنعقل عليه النهار الاولى اللي فاش كنا كنجيو كان فريمون خاوي، ما كان كيكون فيه حتى شي حد الا مالين المنطقه وقليل اصلا اللي كيعرفوا فين كيجي. من بعد اصلا كان كلشي كيسولني اسماء فين كاين هذا البحر، فين كاين هذا البحر، فين كاين هذا البحر. تبارك الله ما شاء الله جاولوا متتبعات وعجبوا. دابا ما شاء الله كيجيو الناس من مدن اخرى البعادين، ولان فريمون كيسهل ان الواحد يجي ويزور هذه البلاصه. زوين داير البحر ديالو بحال شكل ديال شي لابيسين، البحر اللي من هنا بحال شكل ديال لابيسين، والبحر اللي من هناك فيه واحد شويه ديال الموج، هاد النهار ما كاينش كاع الموج فيه. صافي مو جينا نجلس واخا حتى واحد ثلاثة ديال الساعات ان شاء الله باذن الله نفوجوا. وكيعجبنا صراحه هذا البحر وما جينا لوش كاع هذا الصيف، قلنا دابا غادي نجيو ندوزوا فيه وقيته زوينه هكذا مجموعين. صافي هذا مكان، ومن بعد غادي نوريكم واحد البلاصه هنايا راه هي اللي غتشوفوها هذيك عاد داروها، هي داروها نورمالمون عام اللي فات ما كنتش صورتها لكم، ولكن قدوها وصوبوها حيت شحال هذه الا بغيتي تمشي للبحر، حيت فيه ثلاثه هو هاد البحوره، في هذا اللي من هنا وفي هذا اللي من هنا وفي واحد مورايا. الا بغيتي تمشي لهذا اللي من مورايا كنتي مجبره خاصك تمشي عمان، يعني ما تقديش انك تدخلي له هكاك، شحال هذيك خاصنا ضروري كنا كنبغيو نقطعوه كنعومو وعاد كنقطعوه. تصور حوايجنا كنديروهم فوق راسنا وكنمشيو، كي وصلنا الماء حتى لهنايا وكنمشيو زعما هازين حوايجنا فوق راسنا باش كنمشيو للبحر الاخر. دابا لا، دابا قبطوا الطريق ولهيه واحد الصخره قبطوها فهاد الجبل هذا وتقبوها وداروا هكذا واحد الطريق اللي كتديك هكذا في الوسط وكتخرجك نيشان في البحر الاخر اللي مليه. من بعد ان شاء الله بلاتي ونتشارك معكم منين مشيت تما. دابا راه كلشي حط الحوايج ديالو ومشى، داروا انتشيروا مشاو كاملين يعوموا، نمشي نتبرد واحد شويه ومن بعد ان شاء الله باذن الله ونرجع ونصور لكم هذيك البلاصه. هانتوما البنات راه هي هذيك اللي وريتها لكم، ولا كيديروا هكا البطويات فلوكات هاد البيدالون عمروه تبارك الله. شحال هادي كنا كندوزو من هنا البنات، منين جايين داك الناس اللي لهيه كندوزو من هنا باش كنمشيو لا بلاج اللي لهيه. دابا لا، دابا هانتوما شوفوا شنو دار. ها انتم شوفوا شتيو قبطوا هنايا وتقبوا هذا الجبل هذا باش اللي بغى يدوز نيشان البحر الاخر كيدوز. ها انتم يا سلام، هادي كنا كندوزو من هنا شتو. اي بلال صراحة دوزنا واحد الوقيته زوينة 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 بزاف. وعرة ما نقولكم كاسين كيعومو وكلشي داز مزيان وهذا، وكاسين كينقزو من الجهة ديال لي غوشي وكلشي كيجي مفلق. دابا لقيتونا غاديين عاد هنايا مع دايرين الإسعافات الأولية باش قلت لكم شي حاجة زوينة هاد البحر والله العظيم، واخا فيه لي غوشي وتفلق ولكن دايرين الإسعافات الأولية وكلشي. والله شتي دابا راه كنضحك قبيلة، هاكا كنظن ماما مسكينة وماما لقات غير كامل باش توقف.
جو سميتو ويلا عتقنا ومشينا خدينا له هنايا وداكشي صوبنا له الجرحى وكلشي ودابا ان شاء الله باذن الله غادي يشوفك غادي نمشي ان شاء الله للطبيب نشوف شي حيت ما غارقاش غير مجروح شي شويه ما غارقاش داكشي باش رحنا صافا مكالمين ايوا هادشي اللي كاين باي رمزانات ديالي خليكم معايا نمشي للطبيب ومن بعد نرجع معاك انتما البنات دابا غادي ندوز باش نصوب واحد الكيكه كيك يومي عادي ولكن البنه والهشه يا سلام تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى التالي بالنسبه للبنات اللي تيقولوا اسماء راه ما تيصدقناش الكيك البنات تبعوا الطريقه من الاول حتى التالي راه امبوسيبل ما يصدق لكمش هذا الكيك لان هذا الكيك بي اصلا تربينا وبه كبرنا ولكن راه بنين 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 هشيش راه كتعرفوا داك القضيه ديال ملي كتشموا الريحه ديال الكيكه على بعد واحد 4 5 6 7 ديال الديور كتقولي ريحه ديال الكيك يا سلام كتشهي ايوا راه بحال هكاك ريحه يا سلام بنه هشاشه طراوه شي حاجه غزاله المهم البنات بالنسبه للمقادير عندي 4 ديال البيضات من الاحسن يكونوا بحراره المطبخ عندي كاس ديال الزيت ما عامرش دونك غنخلي واحد 3 ديال السنتيم عاد نعمرو فهمتوا يعني هادشي كامل يبقى خاوي بحال نقولوا كاس لارب ديال الزيت نباتيه عندي كاس ديال سنيده عندي كاس ديال الحليب عندي دانون بغيتي ديريه باي نكهه ديري انا هذا ناتور ما فيه حتى شي حاجه عندي هنايا فاني عندي جوج ديال الخمارات من فئه 7 غرام 7 غرام يعني المجموع ديالهم 14 غرام عندي القشور ديال الحامض هذا البنات راه كيبنن واخا راني انا دايره الفاني هذا غير ديروه راه تيبنن بزاف 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 وعندي هنايا حامضه هادو راه القشور ديالها هنا درت غير النص ولكن هنايا كاينه حامضه كلها اللي انا عصرتها ما غاديش نقولوا كيك ديال الفاني فقط وما غاديش نقولوا كيك ديال سيترون فقط وانما مزيج بيناتهم اللي غيعطيوكم واحد البنه يا سلام واعره فهاد الوصفه ما غاديش نديروا داك معلقه ديال الخل اللي كنديروها حتى التالي بيان سور غنديروا واحد القبيصه ديال المليحه حتى هي هنا البنات غادي نديروا قبيصه ديال المليحه اول حاجه وغادي نديرو البيض ديالنا انا هنايا جبت البنات المولينكس غنخلط كلشي في المولينكس ما غنحتاجش على اساس عاد نبقى هكا بالباتور وداكشي غادي نخلط كلشي بالمولينكس وغادي نوجد معكم المهم تشوفوا معايا طريقه التحضير انا غزاله ديالي كيف ما كتشوفوا غادي نبدا باش نصوب الكيك ديالي ودزت باش نهضر معكم فوا اوف المونتاج دونك بالنسبه للبنات عافاكم ما تكونوا باغيين تعرفوا اشنو طرى لخويا المهم الحمد لله دازت سلامات اللهم لك الحمد ما كانش الدقه غارقه هذاك الشيء اصلا انا فاش طاح وطلع من البحر وداك الشيء شفتو لقيت يعني الدقه ما غارقاش ولكن كان اوبليجي اننا نديوه للطبيب باش يغرز دونك دار 4 ديال الغرزات الحمد لله دازت سلامات اللهم لك الحمد وبقات كتعاود غير بالضحك ماشي زعما شي حاجه اللي خطيره اللهم لك الحمد بحيث حتى الطبيب ما خرج له انتيبيوتيك لا والو خرج له غير واحد الدواء ضد التعفن عادي يعني ماشي انتيبيوتيك وخرج له دولي بران على حساب الحريق وبيان سور بيتادين باش كيبقى يعقم الجرحه كل مره المهم الحمد لله حنا دازت علينا وتخلعنا ولكن صافا الحمد لله شي من بعد فاش عقموها له تما ومسحوها له وداروا له ليلها الفاصمه والواول على راسه الفاصمه وداكشي يعني الحمد لله داز راه دازت طريفه قبل فاش شفنا الدقه وهو باقي لتحت في البحر والدم هابط يعني فريمون تخلعنا ولكن فاش طلع ولقينا اللي يعاوننا وكلشي وشفنا الجرحى يعني قداش غارقه ولا هذا الحمد لله ما كانش انا براسي قلت له لا اوبليجي خاصها الغراز ولكن يعني ماشي لذاك الدرجه اللي انها خطيره يعني سورتو الدقه في الراس راكم عارفين شويه صعيب الحال المهم الحمد لله البنات ما تخلعوش الحمد لله داز كلشي سلامات اللهم لك الحمد دابا راه مغرز وقالوا الطبيب عندك واحد المده ديال 5 ايام ما غاديش تقيس الشعر ديالك لا بالماء لا بالبحر فقط يعقمها غير ببيتادين فقط ايوا الحمد لله على لطف الله هادشي اللي كاين وعارفكم غتقولوا لي لاباس عليه والله يحد الباس نقول لكم لا خطيكم البنات شكرا لكم بزاف دونك هنايا البنات من بعد مشيت باش درت واحد الكيك باش هكا نفطروا به
هكذا، لان في الصباح كنعكس صراحه، عاد نوض في الصباح وعاد نصوب الكيك وعاد يوجد، المهم ما كيوجدش بيان سور. الفطور كيتعطل واحد شويه، وحنا كنبغيو نصبحوا شويه صراحه ناعسين في الصباح حيت كنقصروا بالليل. دونك قلت من الاحسن اننا نصوبها هكذا بالليل باش لغد ليه تبقى لي في الصباح نفطروا بها. صافي هادشي ما كاين الغزات ديالي. دونك هنايا كيف ما شفتوا درت المقادير كامله مع بعضياتها، اكيد بلي زيطاب راكم شفتوا في لا فيديو حاجه بحاجه، حتى كنسالي درت هنايا كيف ما كتشوفوا عاوتاني الهادي الخمارات، ودرت شويه ديال الفورس. بالنسبه للفورس كنظن درت جوج كيسان ونص ديال الفورس، و كنخلط عاوتاني كلشي. المهم درت غير مولينكس. المهم الا بغيتو ديروا هكذا الميكسور ولا على حسب شنو ما كان عندكم ممكن انكم تصوبوا به، انا درت غير هادي وصافي. صافي وطربت مزيان حتى تخلط لي كلشي مع بعضياته. كنكون ديجا موجده المول اللي غادي ندخلو للفران، كنكون دهناه بزويته ودايره له مدردره عليه هذا الفورس كيف ما كتشوفوا بحال هكذا. الفران ديجا كيكون مطفي، دونك كان يفهمني كندير الكيك ديالي في الفران كيكون ديجا الفران مطفي، كنديرها في الفران وكنسد عليها وعاد كنشعل على 170 درجه وكنشعل عليها فقط من التحت حتى كطيب على خطر خطره، وكنولي نعاود نشعل عليها من الفوق باش كتحمر. الا كانت هكذا اللون ديالها بيض، الا كان اللون ديالها مغلوق مصوبه بكاكا ولا شي حاجه، راه فقط كنطيبها غير من التحت من الفوق، ما عندي لاش انني عاد نحمرها ولا شي حاجه لان الكاكاو ديجا واخد اللون ديالو. صافي هادشي ما كاين الغزات ديالي. دابا هكذا غادي نخويها كي قلت لكم في المول وغادي ندخلها الفران. بغيتو منين تخرجوها زوقوها ديروا فيها شي حاجه ديروها. انا هنايا الصراحه ما درت لها حتى شي حاجه، خليتها كيف ما هي وحطيتها. المهم غير وريتها لكم قطعتها وريتها لكم وصافي، حطيتها هكذا على جانب حتى لغد لي صبح وزعما وغنحطها هكاك، ما غادي لا نزوقها لا حتى شي حاجه. ايوا صافي غزالات ديالي هادشي ما كاين. تقسمت معكم هاد النهار كيفاش داز عندنا، حاولت اي نتقاسم معكم هكذا بعض اللقطات من اليوميات ديالي مع ضيوفي ومع عائلتي، وخا صراحه كنغبر عليكم راني حتى انا كنتوحشكم بزاف بزاف بزاف، وما كنكرهش ان ملي يجي داك الصباح نحط لكم لا فيديو، ولكن راكم عارفين شي شويه كنكون مستريسيه مع الخدمه مع الدار مع الضياف مع الخروج، يعني كلشي عندي مجموع. فاش نقول لكم ما كنقدرش انني ندير كلشي بدقه واحده راكم عارفين. المهم غتكونوا حاسين بيا وعارفين شنو بغيت نقصد لكم وفاهمين الظروف اللي انا ديجا كندوز منها. صافي هنايا من بعد البنات ما طابت كيف ما كتشوفوا، ما كنحلش عليها الفران بصفه نهائيه حتى كتفوت نص ساعه وكتولي هي كتطلق الريحه ديالها ديال الكيك عندي في الدار. عاد كنمشي نطلع عليها كنلقاها ديجا طلعات وبدات كتحمر من الجناب، عاد كنحل عليها حيت انا عندي فران ديال الذره باين الزاج من برا، فهمتوا؟ كان عندكم فران ديال الغاز خليوها على عافيه مهيله، خليوها طيب على خطر خطرات دير نص ساعه تشموا الريحه ديالها عاد سيروا حلوا عليها، لان هي كتبغي الصراحه طياب على عافيه تكون مهيله وما تبغيش انك تحلي عليها. اون فوا تحلي عليها واخا تكون طالعه مغونفليه في التالي غادي تهبط لك وغتدقس. اللهم خليها طيب على خاطر خاطرها. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي هشيشه، كتجي غزاله. كنتمنى انكم تجربوها فريمون غادي تعجبكم بزاف بزاف، لا من ناحيه الهشه لا من ناحيه المذاق كتجي خطيره. شوفوا الهشه كيف ما قلت لكم شي حاجه يا سلام. المهم غزالات ديالي هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف 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 على الدعم ديالكم، شكرا بزاف بزاف على كومونتيراتكم الغزاله لهلا يخطيكم. نقول لكم تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. اكيد ما تنساونيش من لايكاتكم، ما تنساونيش من تشجيعاتكم، بارطاجيو لا فيديو، كذلك ما تنساونيش من التعليقات ديالكم الغزاله اللي كتحفزني كتعطيني التحفيز انني نصور لكم. ولهلا يخطيكم البنات، تنقول لكم باي باي وتصبحوا على خير حيت كندير كومونتاج بالليل. تنتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي.